في بدايتي أشكر سيادة الرئيس الرجل العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يضعه ويطل به علينا كل فترة في أعيادنا بأمور تسرق قلوبنا وتزيدنا فرحا وتزيدنا حبا على كل ما يقدمه لنا، ولم أقصد لنا كمسيحيين أو أقباط ولكن لمصر كلها، على كل هذه الأعمال العظيمة التي يتحملها من أجل نماء أو تنمية هذه البلد العزيزة التي هي في قلبه وفي وجدانه. تبنى القتل والتخريب والتدمير والله ليست من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرسل سرية من السرايا يقول لقائد هذه السرية: لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا عجوزا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا عابدا في كنيسته ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقتلوا إلا من يرفع عليهم السلاح. إذا كانت هذه هي التعليم، وهكذا التعليم في المسيحية أيضا تدعو إلى السلام وتدعو إلى الأمن وتدعو إلى الأمان. أنا بقول النهاردة عشان أتوجه لحضراتكم خالص التهاني القلبية